ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في حلقه جديده معانا النهارده. لعبه جديده، لعبه رعب اسمها بروجكت نايت مير، يعني باين من الاسم، يعني الاسم جامد قوي. اللعبه دي عدت عليا كده على النت وشفت فيديوهات ليها، بس لقيتها حاجه يعني حاجه فخمه قوي يعني، فقلت لازم نجربها يعني. ربنا يستر. وانت تقريبا يا برا، انت في منشأة وبيجربوا بقى الكوابيس عليك، يعني صباح الفل. لسه صار. ماشي. بيرفكت. بقول لك ايه، بص يعني خدوني على الهادي كده، على الهادي في الحنين. Everything we know about Case 36 has to do with Henrietta Kedworth. Apparently, she was the evil old woman of the temple, and her data was buried very well. Project Nightmare's team found a mysterious doll with a strong malignant energy in a town that ceased to exist long ago. Remember, your mission is to find a way to clear out this energy. The dream will give you a connection with his past, so we can understand its history, what happened, and how to end the evil. End. Be very careful. The evil end. Like end the evil. I'm not thinking of you. As you go deeper and get closer to it, it will become even more dangerous. شكراً. All right. Let's start phase one. Phase one. You're going to start feeling sleepy, so just let yourself go. انا سايب نفسي خالص. سايب نفسي خالص. انا مقلق يا جماعه، انا مقلق مش مطمن. واو، هو فعلا شكله حقيقي جدا. You're already inside. Maintaining prolonged dialogue between us breaks the circle of communication. You'll be alone most of the time, but we will guide you as we obtain more information. Good luck. اول اوكي. الاوبجكت ايه تاني؟ جمع معلومات عن الهوس ودور على 3 صور، والتاني find the four lost mask. والفل. ده طبعا ملناش في الاجنبي احنا. بسم الله ما شاء الله صور. يا رب ربنا يستر، يا ساتر استر. صورة جميلة جدا. تليفون يا عم، هو في حد مسك السماعة كده؟ بطة تلاقيها مش مخيف خالص. عادي عادي، بطة بطة جميلة. اوكي حلو كويس، ان واضح يعني، واضح ان الشمع هيخلص يعني في وقت من الاوقات. ده مينفعش، مينفعش ياخده، مفيش اوبشن ياخده. ده نفس الكلام. اقفل يا عم، اقفل اقفل اقفل. يعني في ايه يا عم الدبان انت يا رخم؟ شعر برضه.
انا اكتر حاجه بتقلقني في لعبه الرعب حركه اللعيب التقيل. عارف لما انت اللعيب التقيل بيوجعني قلبي من جوه، ببقى عارف ان انا في حاجه مش عارف اجري. هتجاب يعني هتجاب. صرصار جميل لطيف، يا ريتني كنت صرصار يا جدع. بس احنا نحاول نبقى، بص ما نخافش خالص، طبيعيين شوية. صور مرعبة جميلة. It looks like a picture of a man, but his face is scratched out. صورة متدمرة. اوكي دي أول صورة متهيألي، دي أول صورة. كويس. احنا خدنا الجنب ده، تمام؟ طبعا لسه في الجنب التاني. مش عايزين نفوت حاجة، لأن طبعا واضح إن ال لو الشمعة خلصت ده هيطلع عيني. ايه اوكي اوي، صباح الفل. طب لو دي خلصت هنعمل ايه طيب؟ مفيش حاجة. وانا سامع صوت مريب، بس هعمل نفسي، بس اعمل نفسي عبيط. مين؟ مش حاجة. اوكي ها، وتقريبا انا ابص من الخرم بس تقريبا يعني. من اللي كان انا قلبي وقف اللحظة كده. ده احنا لسه في فيس ون. لا احنا قاعدين نجمد شوية، ما ينفعش الكلام ده. لا احنا لسه ما قلناش حاجة. في طب مفيش شمعة تانية طيب ولا ايه؟ وانا معايا شمعة واحدة كمان. يا كابتن بقى رد. يا نهار ابيض، بتقول لك انا بشم رائحه روح جديده. يا خراشي اوف، مفيش شم خالص. طب مش هلاقي شمعة تانية ولا ايه؟ الباب ده صباح الفل اللي باين عليه اللي هو ايه؟ الو في حد هنا؟ دي تاني صورة؟ دي التالتة؟ والنبي التالتة والنبي يا عم والنبي. الأولد بوك ماشي، مفيش حاجة. هو
تقريبا انت بتخش في شمعتين يعني. Door's locked. Something's blocking the door. ما ينفعش اخد السيف ده طيب؟ انا كده هرجع، انا كده هرجع، انا هرجع. طب المفروض انا اعمل ايه؟ يخرب يا خراشي يا عم، اعمل اي حاجه عشان ما تخلص. سيب يا عم. I can't get the door open. يا عم ارحم امي بقى، اديله رجلي يا عم. I can't open this door. ده تعيط ولا ايه؟ اديله رجل. It's an old mansion of some kind. This must be the Edward house. What an interesting object. Maybe if I turn these pieces. أيوة. جيت. أوكي. اثبت يا غدا. هلا. كده. لا كده كده كده. في الرعب ده. Thousand years later. تبن. Lens distorts in a strange way. Maybe it'll help me see something. ما انا قعدت 5000 سنه في اللغز ده، اللغز اصلا مش مبين اي حاجه بتلعب ازاي و... حاجه يعني صعبه بصراحه. There must be somewhere I can put these. ماشي يا عم. Find the ايه؟ To beat the lost foot onto. لا بجد اللغز قعد معايا 5000 سنه كده يعني. واقفل. طب ممكن شمعة بعد يعني بعد العذاب ده كله مفيش شمعة؟ شفت كل ما عدي انا بحس ان في حاجة مبلولة. ايه ده؟ ده انا بشوف رجل عادي. كود 7 2 8. اوكي طب ده اتحط فين الكود ده بقى؟ بس ما قابليش، ما قابلني، مفيش اصلا خزنة قابلتني ولا اي حاجة يعني. جاهز للموت؟ جاهز للموت؟ انا هموت والله. هتموت سيادتك اداني. ايه ده الهارت هنا؟ حط الهارت هنا. يا نهار يا كذي يا نهار ابيض. شمعة 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 يا ابني ابو سيدة الشمعة. ده ملح؟ ده كده قلبت اشباح رسمي. ايه ده؟ اوه الملح عامل زي جدار كده عازل. في ايه؟ ان افري مش عارف ريتشوال. كل طقس يصطاد ارواح. اوكي يعني دي حمياني، يعني دي حمياني. اوكي ماشي. ما ينفعش ارش شويه حواليا. هو الكود اللي كان معانا. اوه شيت. ايه ده؟ تيمين سربرايز ماذر فاكر. طب ممكن نرجع كده؟ طب اعمل ايه طيب؟ اخش ولا ارجع؟
قال لا، ما بقول لك ايه، والله يا بنت المجنونة. طب هو دي ايه بقى؟ هيفضل قفالي كده ولا ايه؟ انا مش عارف اتحرك يا عم. ده الشمعة هتخلص يا عم من قبل ما نعمل اي حاجة. غوري في داهية بقى. المفروض انا اعمل يعني كل حاجة وهي اخري دي موجودة ولا ايه؟ مش فاهم، بتهزروا على فكرة. نهار ابيض، لو اتزنقت هنا ده انا يطلع عيني في ايه؟ ايه؟ او ماي وا مو سينديرو ناني؟ مش لاقي بقى في نفسي كده ليه؟ طب طيب نار ابيض يا جماعه، لو قضيتني في ثواني رامي انا مش هفهم ايه. طيب خرب بيتك بقى، ميتين يا شيخ انت يا غوري في داهيه بقى. جاي ورايا، جاي ورايا، جاي ورايا. هموت؟ شبه اتطفت. ايه ايه؟ بس نهار ابيض عليا. يعني ممنوع اجري، يعني كمان ممنوع اجري. اعمل ايه؟ طب هي واضح اللي بتروح، هي بتروح دايما شمال واضح. انا اروح كده، انا اروح كده. سيب السي اه 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 في ايه؟ مين؟ مين؟ طب هو انا كده، احنا كده رحت في حته تانيه على فكره تقريبا، مش كده؟ دي منطقه تانيه متهيألي. طب احنا ممكن نقسم الدنيا يعني، هي اختي محمدين هنا، تخيل شمال يبقى اخش يمين، واحنا كده كده هنموت. يعني دي حاجة كويسة اطول اطول. دي ورايا بقول لك ايه؟ لا انا مو ولع الشمعة يا ابني، يخرب بيتك بقى. انا بروح فين؟ والله انا بروح فين؟
اقفل 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 يا ابني. في ايه؟ مخلوم بقى صليتي مليتي ليه كده؟ يا عم انا جاي من هنا يا عم. روح هنا. الموسيقى تشتغل؟ لا لا، بيت الشمال الأول. ماسك خلاص؟ أنا ما أعتقد يعني الباب كان ده. لما هو مفتوح ما جبتوش عنده ليه؟ ليه يا عم انتوا وقفوني ليه؟ ده انا معايا الشمعة اصلا. ايه السرير ده؟ اوه اوه واو، ديكور جميل. ده بتناموا الصورة دي فوق راسك كده عادي؟ انتوا كده على طول صليتوا ملوتي في اي حتة؟ هل ناسف نازف شكلي جيت في وقت غلط؟ ايوه يعني يعني ايه بقى؟ فين فين ايه المهم بقى في الاوضه ده؟ ده ايه ده؟ وودن ماسك. اوكي find the symbol in the room with two window. الرمز اللي بتو ويندو تو ويندو ايه بالظبط؟ مش فاهم يعني. with two windows رمز ايه اللي بتو ويندوز؟ تهزروا ولا ايه؟ لا فانتاستيك. الله ايه ده؟ مش معقول يا جماعة. شمعتين مش كده؟ انا مش عارف ال ده شفناها دي دي خلاص. ايه ده؟ Instagram? Oh my god, this is getting طب ليه كده طيب؟ انا مش عارف انا بعمل كده ليه. مفتوحين كده؟ ممكن يكون في حاجه اتغيرت. هو انا كنت تقريبا كل ما بخش في الدايره الف تاني بيحصل حاجه تقريبا. مش دي الاوضه اللي كنا فيها؟ نايس شوتو نايس شوت مان. صور جميله جدا. اوكي خطواتها باينه ورا خطواتها. اوعى تيجي هنا، اوعى، اوعى، والله بص انا عايز اخدها، بس خدي بقى،
خدها بقى، تكسفش تكسفش يا ابني. الشمع 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 بتاعنا يا ابني، بيت بيتنا يا راجل. فازة فازة ملح. ده ايه ده؟ الله، فرخة مشوية. نايس فيو نايس فيو نايس فيو. افتح يا ابني الباب. طب يا ابني بالراحة يا ابني، مش كده يا حبيبي، يعني مش كده. في حد عارف حاجة؟ مش مطمن، انا مش مطمن. كأني سامع باب هنا، مش عارف ليه سامع حاجة هنا. اوكي، باب ممكن نجيب حاجة تانية مختلفة؟ ممكن. كل ما نلف كل ما بيجيب حاجة مختلفة. اقفل يا كابتن، اقفل يا كابتن. ابوس ايه؟ بالراحة يا حبيبي. انت في ايه؟ اوه في حاجة هنا؟ شت. جاي جالك جالك حالا. فقد المكان. انتوا عاملين اكل ايه النهارده؟ كوما ايه ده؟ ده دجاج سبانخ فسيخ تنجان شويه ايه ده؟ ده أول مرة ياخد الملح، سبحان الله. ربنا يهديك يا ابني. مستعدين؟ كله مستعد؟ يلا بينا. هو الغرفة دي أكيد فيها حاجة. لوجز. ليه بقى مسخ الرعب ليه بقى؟ مش ناقصة يعني هي. يا ناصر غزة، أنا واحد أصلا يعني. 2000 years later. أيوه. ولا. أهو. أوه. تباً. This painting seems incomplete. Maybe if I find other parts, I can find out what all this means. يا راجل. We're detecting a strong energy in the center of the salt. لا هنشرب بقى ميه بقى. You should go and investigate what it is. Be careful. شكرا سيادتك المعلومة. Search for the missing part of the painting. اوكي. ماشي. الأول في أي حاجة هنا؟ ماشي. تاني خلاص كده. كان في شمعة هنا ولا انا ختمتها يا دي؟ لا هنا. ليه بقى؟ ليه مينفعش ليه؟ شوف الله. الو بجد هنا؟ وات؟ يا ابن الك وات ذا فاك واز ذات؟ من المجنون اللي كل مرة وتقريبا لازم اتك في نفس اللحظة برمي في ايه؟ ليه بتدخلوا اطفال في الموضوع؟ اختاه في ايه؟ ايه ده؟ يا نهار.
ايوه ايوه امسك ام الصوره. انا اتخضيت بس انا اتخفت. طب دي اول واحده. في غرفه تانية ولا حاجه؟ لا كده يجي حاجه تانية. لو يا ابني بالراحه يا ابني يا ابني قلت لك بالراحه. الصور لطيفة ظريفة. شوية ملح. ايه فاس؟ يا نفسي نفسي اخد الفاس. ايه ده الماسك؟ طب ايه طيب يعني ما مش انا مش هخش انا الباب كده يعني واطلع اطلع بيدي فاضية يعني ولا ايه؟ مش فاهم. ما لازم يكون في حاجة هنا. هزروا بقى. مفيش حاجة؟ ازاي؟ اقنعوني. ازاي مفيش حاجة هنا؟ ولا ينفع حتى اخد الماسك ده حتى؟ ولا أي حاجة خالص مالص خالص مالص أي مفيش. خلاص يعني اللي انتوا شايفينه يعني انتوا أدرى. يعني هو واضح ان مفيش أي حاجة. ايوه اهو يا عم. اوكي بس هو اكيد بقى هو ده بس افتح بقى الباب. مش عارف انا مش عارف بيفتح باب بتفتح الباب ليه كده مش عارف. مش عارف يا جماعه انت سمعتوا على لعبه اكيد يعني سمعتوا اوت لاست الجزء الجديد طبعا كله منتظرة. ايه ده؟ التليفون بيرن. هرد. هلو؟ ويك اب. اوه انت خايفة بقى؟ لا بقول لك انا ما بخافش. ما في ايه؟ This can't be happening. هموت اقسم بالله موت 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 خلاص موت موت. Fuck you bitch. هضربها ولا بس الشمعة على ما هو بسرعة 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 بسرعة. تعالي تاني بقى. خد شوية ملح كمان خد خد. ده انت هيطلع عينك. كلبة. ماشي. لا يا أمي أيوه أيوه استنى 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 أيوه. تقريبا هناك 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 اه 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 تري
مثالي خلاص كده. ايه يا عم الحاج بقى، وكل مرة والله التكي. ايه ده؟ ولا شمع، ولا شمع، بسرعة بسرعة بسرعة. نسيت. بس ايه ده؟ ريلاكس ريلاكس. ماشي. اوكي. اوه مين؟ شكرا. عرفت الفسيخ بتاعك. الفسيخ عفن يا استاذه. شت موت. طب انا بقى احنا كده هنموت. انا افضل النهارده حد كده كده جميل جدا جدا جدا. نكمل ان شاء الله من المره الجايه. هكمل اخرها. بس يا رب تكون الفيديو عجبكم. تعملوا لايك وسبسكرايب. نشوفكم في الفيديو الجاي. السلام.